العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم لكم بالشكر الجزيل لمشاركتكم في هذا المؤتمر، مؤتمر عمان لسلامة وجودة الغذاء لعام 2021 خلال اليومين القادمين. سلامة وجودة الغذاء من المواضيع التي أولتها الحكومة جل اهتمامها لأهميتها في الجانب الصحي وأيضاً في الجانب الاقتصادي في صناعة الغذاء بصورة عامة. أيضاً وأهمية سلامة الغذاء من حيث سلسلة الإنتاج والتصنيع والتسويق والتقنيات المبتكرة في مجال الغذاء، بالإضافة إلى أهمية التشريعات المنظمة لسلامة وجودة الغذاء. والمحاور التي تطرقت لهذه المواضيع بالإضافة للتحديات التي تواجه سلامة الغذاء سواء كان على المستويات المحلية أو المستويات الإقليمية أو المستويات العالمية. أكرر شكري للجميع المنظمين لهذا المؤتمر، سواء كان اللجنة المشرفة على هذه الفعالية واللجنة العلمية، بالإضافة للمتحدثين على مشاركاتهم ومداخلاتهم وإثراءهم إن شاء الله لهذا الحدث المهم بالنسبة لنا. أيضا نشكر شركات القطاع الخاص اللي ساهمت في رعاية هذا المؤتمر ومشاركتهم وإثراءهم لهذا الحدث. نخص بالشكر أيضا شركة النمر للمؤتمرات لتنظيم المؤتمرات والمعارض لهذه المبادرة وحرصهم الشديد ينظم هذه الفعالية في السلطنة. في الختام أتقدم لكم بالشكر وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق من خلال هذا اللقاء.